السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن طريقة التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا بتاعت 2024. التقديم بدأ يوم تقريبا 5/10 وينتهي 8/11/2022. مين هم؟ في بعض البلاد، قبل ما نبدأ التقديم، في بعض البلاد مش مسموح لها تقدم في الهجرة العشوائية، زي مثلا انا احاول اجيب الليست هنا. انا عارف ان في منها الهند مثلا، فالبلاد دي منها البنغلاديش، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدومينيكان ريبوبليك، السلفادور، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، مكسيكو، نيجيريا، وباكستان، والفلبينز، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا، فيتنام، فنزويلا. كل سنة وزارة الهجرة الأمريكية بتشوف خلال الخمس سنين فاتوا البلاد اللي عدد المهاجرين منها عدى 50,000 خلال خمس سنين بيستبعدوها، بيعتبر ان دول كفاية. الهدف من الهجرة دي ان يزودوا الناس اللي عددهم قليل هنا مقارنة بالايه يعني، فتنشيط الهجرة عن طريق تنويع المهاجرين. نرجع بقى فبتخش على جوجل وبتكتب دي في 2024، وبتروح دي في 2024، وبتقوم رايح على بيجين انتري اللي هي دي. هيطلع هيدخل لك كود هنا، الكود ده بتغير كل مره، بتعمل له كله كابيتال، بتعمل دي دبليو بي تي بي اتش. ده لو دخلت تاني هيطلع لي واحد كود تاني، فده مش كود خاص بيا. فبيقوم فاتح لك الصفحه دي. انا بقى جهزت واحده تانية عشان ايه ما نطولش عليكم. دي انا افترضت ان واحد اسمه مثلا عماد المصري، يعني اسم اعتباطي يعني، او اخترت اسم يعني. فالاسم الاولاني بتكتب هنا عماد، first name، اسم العيلة اللي هو الايه المصري. اللي في النص بقى اللي هو ايه مثلا، هو اسمه عماد احمد مصطفى المصري، تكتب هنا الميدل نيم اللي هو الاسم الوسطي. تمام، ذكر تاريخ الميلاد، اخترت اي تاريخ ميلاد، 11/15، هنا الشهر، هنا التاريخ اليوم، وهنا السنة. بتيجي هنا افترضت ان هو مولود في القاهرة كايرو. لما بتيجي هنا بتختار الدولة، بتنقي من الاختيارات، فللتيسير على نفسك بتختار حرف الاي، تضغط الاي يظهر لك البلاد اللي فيها حرف الاي اللي هي فيها مصر في الاول.